تعالوا نروح نشوف تصريحات مهمه ايضا للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المواجهه ونرجع نكمل كلام. مباراة صعبة طبعا في كأس العالم، فريق برازيلي فريق قوي، كنت بسمع ان هم ايه السن والعامل الخارجي، بس ما فيش حاجة في الكورة اسمها السن، بالعكس ده هم اكثر خبرة. التقدير والاحترام في المباراة ده هيبقى اهم من اهم الاعمدة اللي انك تكسب بيها بكرة ان شاء الله، انك احترام المنافس ده اهم حاجة. فانا بالنسبة لي ان احنا مركزين في الماتش بكرة ان شاء الله، ومركزين احنا نقدم حاجة للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ويبقى في ميدالية جديدة ان شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي ان شاء الله. كينو طبعا عارف قيمه النادي الاهلي ولعبنا قدامه اكتر من مره، واحنا عارفين قيمته طبعا، فريق محترم وهم لعيبه كويسه جدا. انت بتقابل فرقه جماعيه في الاول وفي الاخر، فانت بالنسبه لك انت نازل على التركيز من اول دقيقه زي ماتش الاتحاد، مش حابب تبقى بتقدم مستوى اقل من ماتش الاتحاد، انت بتحاول تبني على اللي انت عملته في ماتش الاتحاد، فبالنسبه لك انت ما بتحطش باسم بعينه زي كينو او حد، انت بتحط هدفك كفريق كتيم جماعي تحاول تركز فيه. فهو لعيب كويس طبعا ولعيب محترم، ونتمنى المكسب لينا ان شاء الله. احنا طموحنا السنه دي مختلفه ان شاء الله، دي اخر نسخه بسبع فرق، وان شاء الله نختمها بنهائي ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله كل التوفيق. تصريحات وكلام محترم جدا تحديدا من رامي ربيعه. رامي ربيعه اللي قال انه لازم تحط عينك على كل الفرق، مفيش عنصر او اتنين. الناس كلها بتتكلم على كينو على مارسيلو على فليم ميلو، لا الفرقه دي مليانه لعيبه نجوم ومميزين وشباب، بالمناسبه عندهم لعيبه شباب كتير قوي، مش كلهم اعمارهم 34 و35 و40 سنه زي فليم ميلو، لا عندهم شباب صغيرين وشباب مطلوبه في اكبر الانديه في اوروبا. فالفرقه مش هينه يعني، عشان الناس يقول لك يا عم فريق عويز، ومعلش يعني انا اسف يا جماعه، ما هو مارسيلو لما يبقى 35 سنه دي برده مش حاجه يعني كارثيه في اوروبا يعني، 35 سنه تمام بيأدي. كينو لما يبقى 34 سنه هتلاقيه بيطلع نار. اللي كان بيتفرج على نهائي كاس ليبرتادورس قدام بوكا جونيورز الفرقه دي فلومينينزي، لا مارسيلو ده كان لسه بيدي الكباري ولسه بيراوغ ولسه بيجري ولسه بيعمل عرضيات وحاجه بيطلع نار من بقه، فما تستهونش بيهم خالص يعني خالص.